لا تختلف مأساة والدة العسكري المخطوف علي البزال عن مأساة غيرها من أمهات سائر العسكريين المخطوفين، فهذه الأم التي تكاد لا تبرح مخيم الاعتصام في ساحة رياض الصلح تعيش يوميا رهينة الضغوط النفسية التي تعرضها لها جبهتان نصرة وداعش مع كل تهديد تطلقه بإعدام ابنها. بلكي هالوزراء بيحسوا بقى وبيفيقوا لأن النايمين، نخلي فيه بقى فيه يشوفوا اولادنا شو عم يصير فيها. ما هن اولادهم، ما هن اولاد احزاب، هاودي اولاد دوله، تطلع الدوله تجيبهم. وبعد ساعات من التدافع الذي وقع بين الاهالي والقوى الامنيه التي حاولت منعهم من قطع طريق الصيفي، عاد اليوم الاهالي الى منطقه الصيفي، ولكن هذه المره لا ليقطعوا الطريق بل لاقامه حواجز محبه وتوزيع الورود على القوى الامنيه عربون محبه للدوله اللبنانيه. جايين نقول للقرار السياسي انه نحن اولادنا وهن اولاد هذه الدوله اللي هن غطوهم بالقمع ورجعوا تخلوا عنا عشيه لما قالوا وهذا منه قرار سياسي. نحن جايين نقول لهدول اولادنا كمان ونحن منا ضدهم. نحن نزلنا على الشارع لحتى نقول لهم نحن بدنا الدوله اللبنانيه وبدنا هذه البلد تضل مرفوعه راسها عاليه. نحن جايين نقدم لهم ورود عباره عن السلام وعبارة عن الدم اللي زهق بالجبال وعربون محبة لهذه البذلة والدولة اللبنانية. القوى الأمنية ردت على هذه الخطوة بأحسن منها. ما رح نعتبر اللي صار اليوم هو عملية مصالحة، لأنه بالأساس ما في إشكال. نحن بنعتبر أنه أبنائنا وأخواننا المخطوفين العسكريين بالجيش وبقوى الأمن الداخلي هولي وجع من أوجاعنا مثل ما هني وجعكم، وهي المأساة مأساة الكل. أنا عم بحكي حقيقة باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي وباسم قائد شرطة بيروت وباسم كل القوى الأمنية اللي كانت موجودة امبارح واللي موجودة اليوم واللي رح تكون موجودة بكل يوم. نحن بنعتبر الأبناء المخطوفين هو أولادنا وإخواننا، ووجعكم وجعنا ومشكلتكم مشكلتنا، ولكن نحن ببعض الحالات ببعض الأوقات بيكون في عنا إجراءات معينة ملزمين باتخاذها يمكن خلافاً للمنطق العام باعتبار أنه نحن في عنا مصلحة عامة. وكرر الأهالي مطالبة المسؤولين بالتحرك الجاد لإطلاق سراح أبنائهم.